على الماشي كان برنامج بيقدمه الإذاعي المصري الجميل أبو صوت جميل قوي صبري سلامة. على الماشي بقى احنا هناخد القضية دي كده على الطاير. بعد أكتر من 42 يوم من اختفاء المواطن السعودي هتان شطان في مصر، تم إصدار الستار على الحدوتة. توتا توتا، خلصت الحدوتة بعد ما وجدوه قال إيه متوفي في أحد شوارع القاهرة دون وجود شبهة جنائية، وده اللي قالته وزارة الداخلية في البيان ده. بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركا كافة متعلقاته الشخصية، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب، كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهة جنائية جراء وفاته، والتي جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحاطة شقيق المتوفي والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث. معلش اللي مات ومع السلامة. أنا بس عندي مشكلة، يعني هو أنت يا وزارة الداخلية ما عدتوش على مدرس عربي؟ ما كتبتوش موضوع إنشاء؟ سقطتوا في التعبير؟ إيه ده؟ إيه اللي بالنسبة لما تبلغ؟ يعني إيه الجملة دي بقى؟ ده فارسي ده ولا إيه؟ ده أنا قعدت أفك اللوغاريتمات بتاعتها. وزارة الداخلية الحساب الرسمي بالنسبة لما تبلغ، يعني تتقرا إزاي دي بقى؟ انتوا ايه يا وزاره الداخليه؟ هو انتوا ما عندكوش حد يراجع العربي؟ دي صيغه وافق عليها السيد وزير الداخليه، قالوا دي الصيغه اللي هنزعها يا فندم، اقرا انشروها. هو انت البعيد ضايع كده قوي؟ ايه الصيغه دي؟ العربي يا جماعه العربي، ده الواحد بيقرا المقالات الانجليزي من الترجمه عربي، بقعد استغرب ازاي الكاتب كتب النص ده او المصطلحات دي. العربي يخرب بيت ابوكم، اكتبوا عربي مش فارسي والله العظيم. وشوفوا بتحطوا الواو فين، يعني وقاتوا حد، ده المدرسين العربي على قفا مين يشيل، مش لاقيين شغل. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه حد يكتب؟ قسما بالله العظيم انا كنت تحت اداره مدير مره، كتبت له مذكره كامله كده، قعد يبص لها كتير وبعدين قال لي، بقول لك يا محمد، قلت نعم، قال لي شيل كل الواوات اللي انت عاملها وريني النص كده. قلت له اعمل ايه؟ قال لي شيل كل واو انت كاتبها. قعدت اشيل الواوات، لقيت نفسي محتاج اصيغ تاني. قال لي اتعلم تكتب صياغه محترمه، مع ان الصياغه كانت كويسه جدا. ايه الصياغه دي؟ كنا بنتحاسب على الكلام الحكومي اللي هيطلع على لسان مسؤول او اللي هيتنشر. ايه الصياغه دي؟ وزارة الداخلية طول عرض فلوس، أسلحة، مطاعم، نوادي، مش عارفين تكتبوا صيغة. بالنسبة لما تبلغ، انتوا ايه واخدين شهادة ايه؟ لكن نرجع تاني، لكن الغريبة ان بيان الداخلية ده الركيك ده هو نفسه تفاصيل الخبر اللي قالته قناة العربية من يومين من غير اي اختلاف في اي كلمة، غير الصيغة كانت احلى. وكأنه بيان الداخلية هو النسخة الركيكة المتأخرة للخبر اللي زعته قناة العربية. اهو شوف بقى الصياغة. في جديد قضية الشاب السعودي المفقود في القاهرة، عثرت أجهزة الأمن المصرية اليوم الاثنين على جثة هتان شطان. وقالت مصادر العربية نت، أنا شوف الصياغة، اتعلموا يا جهلة. هو نفسه خدتوه الدكتور واحد لمؤاخذة عربجي كتبه هو بطريقته. فالسؤال بقى دلوقتي، هل السعودية هي اللي طلعت الرواية دي وخلت وزارة الداخلية تمشي وراها وتنشرها؟ طب لو هو فعلا لقوه من يومين متوفي وبدون شبهة جنائية زي ما قالت قناة العربية، ليه أخوه طلع نفى بعد الخبر زي ما قال كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان، بدأت تطلع إشاعات وأخبار غير مدققة عن وفاة أخي حتى هذه اللحظة.
لا نعلم إن كان حي أو ميت. هو مفقود، هو مفقود، ولا يوجد أي مصدر رسمي أو موثوق صرح بهذا الكلام. أنا هنا بنفسي تارك أهلي وزوجتي ومالي وعملي للبحث عن أخي، فأرجو أن نتوقف عن جميع الأخبار الغير مدققة ونأخذها فقط من مصادرها الرسمية حتى نبحث ونجد بحول الله تعالى كيف ما شاء الله أن تكون نهايته خيرا أو خيرا، فخير فأمر الله كله خير. هو حيعيش حياة واحدة وحيموتها مرة واحدة، لا تقتلون أنه هو ألف مرة بحيث يطلع خبر في السوشيال ميديا وخبر من قنوات رسمية لا تستند إلى أخبار حقيقية. لا نعلم ما المصير، لكن أرجو الانتظار. السفارة السعودية بالقاهرة طلعت بيان بعد بيان الداخلية بتؤكد فيه إن تحليل الدي إن إيه مطابق لجثة هاتان، وبتقفل كده الباب على أي اعتراض من أسرته، ووجهت الشكر لمصر على جهودها في البحث والتحري عن القضية، وده اللي جان في بيان السفارة السعودية قدامنا. عملوا تحليل الدي إن إيه وطلع هو، يعني طلع ان هو الولد رحمة الله عليه المواطن هاتان شطان مع عدم وجود شبهة جنائية. انت اقرأ النص بتاع السفارة السعودي وتتقدم السفارة بأحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد سائلين المولى عليه، كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على ما بذلته من جهود حثيثة. انا بتعجبني حثيثة عموما، يعني عموما بتعجبني قوي، بتعجبني جدا جدا حثيثة دي، بتحسسني كده انه في اهتمام. يعني انما الاسرة بتاعت هاتان شطة وافقت وطلعت قالت امين وشكرت الداخلية كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، تم العثور على أخي هاتان بعد أن توفاه الله تعالى إلى رحمته، فالحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأل الرحمة نسأله الرحمة والغفران لأخي هاتان شطة، والشكر للجهات الأمنية بجمهورية. والله العظيم يعني كلام محترم جدا. إن حصل إن العربية تخرج من يومين تقول كلام، والداخلية المصرية بعدها بيومين تطلع بيان ركيك، نسخة قذرة ركيكة كاتبها واحد ساقط ابتدائي، بس نسخة نفس النسخة مطابقة للخبر، ده يخلق حالة من الشك والغموض عند الناس مش عندي أنا، لأن في ناس بتفكر يعني أنتوا بتقولوا مفيش شبهة جنائية، طب مات كيف؟ مات ازاي؟ محدش شافه بيموت. طب ما عملتوش تشريح للجثه؟ مات من الخضه، مات في الهواء، مات من الوقفه في الشارع، مات من ايه؟ انتوا قلتوا ان انتوا الدي ان ايه سواء البيان السعودي او وزاره الداخليه المصريه او العربيه قلتوا انه مات كده لا شبهه جنائيه. مفيش حد بيموت كده، مفيش حد بيموت كده خالص نهائي. وبعدين كان في ناس شافته قبل ما يموت بثلاث دقايق، يعني الناس دي فين؟ وبعدين كان في كاميرات في الشارع اللي هو مات فيه، ولا الكاميرات دي تظبط مخالفه المرور بس، او واحد بيبوس واحده في عربيه وانا مالي حكومه؟ يعني الكاميرات اللي في الشوارع دي، طب شارع ايه؟ ما قالكش شارع ايه؟ والشارع ده في مدينه نصر ولا في الدقي ولا شارع ضلمه ولا ايه الشارع اللي مات فيه الراجل ده؟ وهل شارع غامض يعني؟ وايه تشريحه؟ الجثه دي تشريحها ايه؟ انا اسئله كثيره بالنسبه لي، حاسس ان في تواطؤ ما بين الجانب السعودي والجانب المصري على جثه هاتان شطا. يعني الراجل اهو صورتوه وقلته هو ده، خلاص؟ يعني قلت هو ده، احنا موافقين يا سيدي، وصورتوه يا عيني بكاميرات شارع اهي. ام اللحظه اللي احنا عايزينها اللي مات فيها ما قلتولناش مات ازاي؟ مات من الجوع؟ مات من ايه طيب؟ مفيش اي تشريح؟ طب الطبيب الجنائي الطبيب الشرعي لقاه ميت من قد ايه؟ لما لقيته ميت في الشارع لقيته ميت من قد ايه؟ من ساعه؟ من يومين؟ مفيش شبهه جنائيه خلاص، مفيش، هو
صعقة رعد كده ولا برق خبطته مات. اوكي من قد ايه بقى؟ زي ما يقول عبد الوهاب، من قد ايه كنا هنا؟ من شهر فات ولا سنة؟ قد ايه بقى؟ قد ايه؟ انما شبهة جنائية والدي ان ايه بس بس خلاص كده، الطب الشرعي بتاعكو اخره، مفيش غير الفصلين دول، دي ان ايه ولا شبهة جنائية. السعوديين الحقيقة طلعوا على مواقع التواصل قال لك رحم الله هاتان شطا وألهم ذويه الصبر والسلوان، ولكن تقارير السلطات المصرية تناقض عقليا مع حادثة الاختفاء التي دامت 40 يوم، أسئلة كثيرة ليس لها إجابات، تقرير ينافي الحدث، وعند الله تلتقي الخصوم. سعودي ثاني قال لك هل مصر غابة أم ماذا؟ شخص مفقود منذ فترة وتم العثور على جثته، يبدو أنه فارق الحياة منذ فترة، فقدانه، أين الناس؟ أين الأجهزة الأمنية؟ هناك يعني ما في حد شافه؟ معقولة؟ منطق. بالنسبة للموان هاتان شطا بعد اختفاء دام حوالي شهرين وجدوه متوفي في الشارع، هذا كلام غير منطقي، والمفروض تؤخذ الجثة للسعودية وتشرح وتحلل بالطب الشرعي للتعرف على أسباب الوفاة، ويكشف على جواله ورسائله وكل وسائل التواصل الاجتماعي فيه، وكذلك شقته وعفشه. سامية قالت الله يرحم هاتان شطا ويعوض شبابه بالجنة ويصبر أهله ويعظم أجرهم، لكن أحس في شيء مفقود، وش اللي مختفي من 42 يوم وفجأة لا يومات في الشارع؟ يعني ما حد شاف جثة بالشارع 40 يوم؟ ما حد شافها؟ ما طلعت ريحتها؟ ولفتت الناس في حلقة مفقودة، زائد الصور وهو جالس مريبة. عبد العزيز قال مصير هاتان شطا رحم الله يذكرني بالقصة الإيطالي جوليو ريجيني، مصر غير آمنة حتى على أهلها. هو أنتوا ليه بتفترضوا أن الناس ما عندهاش مخ؟ يعني ما الناس عندها مخ وتسأل وهتسأل، ولا ده زي جمال خاشقجي كده اختفى لحد دلوقتي ما ظهرش؟ يا جماعة أرجو الأنظمة العربية كلها، إحنا ما عدناش سنة 60 والناس ما بتصدقش الأنظمة، ولما تطلعوا بيان اعملوا زي نجيب الريحاني اشبكوها، يعني حاولوا تسبكوا الحكاية كده، إنه الراجل كان جعان ومات قبلها بساعتين ولقينا الجثة، يعني اعملوا رواية كده، هاتوا سيناريست شاطر يعملوا لكم رواية، لكن دي رواية مشكوك فيها. أنا أشعر بأن في تواطؤ بين السلطات المصرية والسعودية على جثة هاتان شطا، لكن إحنا هنا في برنامجنا بنقدم خالص تعازي لأسرة الشاب السعودي هاتان. بص كاميرات في الشوارع يا بي، كاميرات في المحلات، كاميرات في الحمامات. اه والله قال لك ايه، تركيب كاميرات مراقبه شرط ترخيص المحلات العامه والغلق المخالفين، وجات الكاميرات دي وقفت عند اسمه ايه، عند هاتان. كل التعازي الحاره لاسره الشاب السعودي هاتان شطا، وبندعو الله ان يلهم ذويه الصبر والسلوان.